او ثلاثه ديال الشركات، كان واحد الاختلاف بسيط بيننا وبين الاخوان ديال وزاره الماليه حول تعطي الرخصه، ومن بعد اكتشف تحت ما كاينش. فبعد ذلك وقع التوافق، الحمد لله، يعني اعيد الانطلاق ديال هذه ثلاثه الشركات غنتفاوضوا معهم، مع العلم اننا حتى التعاونيات الصغيره اللي بغات تستثمر راه كتحل لها المجال. المهم ان هذا الغسول الذي كان يدبر بطريقه الحكم للتاريخ وللمؤسسات والراي العام، اليوم يدبر بطريقه واضحه. طلب عروض، شكون اللي بغى يستثمر في هذا الشيء ديال الغسول؟ البارح اتصل بيا شي واحد قال لي راه واحد الباحث اكتشف شي غسول في النواحي ديال الراشيديه. قلت والله مرحبا، البلاد ديالنا غنيه ان شاء الله، ومع اعداد بالمناسبه راه وزير الطاقه والمعادن احيا المديريه ديال الجيولوجيا التي كانت ماتت، اللي كانت كتعطينا شنو الخزان اللي عندنا في الارض ديالنا. كانت الغيات، الان احيات المديريه الجيولوجيا اللي كتعطيك كي دايره البلاد جيولوجيا، ولكن ايضا ما تملك البلاد. راه تم احيائها باش غتكون خريطه الجيولوجيه والخريطه المعدنيه واضحه، مع انتم في علمكم كنوجدوا الوقود مينين، يعني المدونه ديال اليمين، بالاضافه للوقود غازيي، بالاضافه للكود دافياسيون سيفيل، واحد العدد ديال الاصلاحات التشريعيه اللي ماشيه في الاتجاه ديال الملك العمومي البحري. انا قلت لكم اليوم توجه استثماري، توجه استثماري، انا مسؤول على من 2012 الى الان توجه استثماري. اللي لقيناه موجود عندنا المؤسسات اللي كتفكر فيه وكتفتح تصفيه. كاين الحمد لله هاد البلاد ما فيهاش منطق الانتقام، ولا فيها المنطق ديال المؤسسات. المؤسسات غتمشي تشوف اسيدي شنو دار في هذاك الملك. حنا كنحصروا الناس اللي كيستغلوا بدون وجه حق، ما عندهمش رخصه، خلي لي عندهم رخصه. هذوك الناس عندنا معاهم جوج حلول. انا نقول لكم نحن موضوعيين وواقعيين. هاد الحكومه جات بمنطق، ماشي منطق القطيع، منطق الاصلاح المتدرج. اللي عنده هو منطق اخر في القطيع الله يعاونه، هذا المنطق الاصلاح المتدرج. جينا لقينا واحد الوضع، البلاد ديالنا لقات السياكه العشوائيه راه كتقادو، واش غتصيفط هذوك للبحر؟ راه كتقادو. لقات الباعه المتجور راه كتقادو. لقات الناس ما كيخلصوش الضرائب راه قالت لهم اسيدي نعفي عليكم على الزيادات وخلصوا داكشي مشي. لقات الناس هربوا فلوسهم وداوها برا لظروف ما، قالت لهم يا ودي الا دخلتوها الله يخليكم دخلوها البلاد ديالكم، ولكن اللي ما دخلهاش يتحمل مسؤوليته. فاذا مشينا بواحد المنطق ديال الاصلاح المتدرج ماشي الاصلاح ديال القطيعه. نفس القضيه انه اللي لقيناه كيستغل هو داير استثمار غنسول الوضعيه، واللي لقيناه كيستغل بدون وجه حق هذاك الشيء سيلغى، ولكن اللي لقيناه كيستغل اللي عنده وثيقه راه كاين لاكور دي كونت ودي ديسكريبسيون راهم يحققوا هذا الشيء ويتخذوا القرار المؤسسات اللي كتخذوا القرار.